صباح النور والسرور. والله مرحبا. الله يبقيك. تدري ان اجمل لحظه انك انا اول فقره قدمها بمحتواي، لان عندي محتوى كثير، وانك تكون انت وظيف عندي. جعل عمرك طويل. أيوه. يا استاذ ريان، قبل كل شيء بقول لك حاجه لبي. بس قبل كل شيء والله ثم الله ثم الله اني ادري عندك شيء جبار يا رب قلبي. صدق صدق صدق، وباذن الله لك مسيره اعلاميه ناجحه يا حبيبي. هذه شهاده اعتز فيها. اول حاجه اليوم احنا نعرف ان اليوم يوم ترويه، فاليوم الحجاج ذاهبين باذن الله لبيت الله ما شاء الله، فنقول لهم ان شاء الله اعانهم الله، اعانهم الله على حجهم، واجعلهم ان شاء الله حجا مبرورا وسائيا مشكورا وخواطرا مسرورا باذن الله. طيب يا ابو رحيم، انا راح اسالك اسئله، حلو، كل سؤال راح تجاوبني فيه بصراحه، ما عندنا غير الصراحه. اي انا شوف، انا راح اكون معك رسمي صدق اصالحك من الحين. ما في يعني ريان خويك وكذا معتي. تم الحين رسميه. تم. طيب نبدا في اول سؤال. احمد رحيم، من هو احمد؟ اسمك الرباعي. احمد رحيم مشعل العتيبي. ونعم مالك زود. شخص عفو. عمرك بسيط، عمره 26 سنه. حالتك الاجتماعيه عزب عزب. طيب احمد، ليش شاركت في البرنامج؟ والله انا اعلمك، شوف انا كنت دائما اقول اذا انت راسم لك شيء حلو جميل، تبي تصله مثلا، تبي تدعم اشغالك، تبي تدعم نفسك، تبي تدعم اللي حولك، لازم يبينك 5 سنوات تقريبا الى 6 سنوات. اذا انت كنت شاد نفسك، اذا انت كنت شاد حيلك، فلو شاركت برنامج واقعي في جماهير، شفت ال5 سنوات هذه ست؟ ايوه تختصرها في سنة، يعني اقول لك ان البرنامج سنة. لك اضافة لي انا، نقطة وصول، نقطة وصول لي. طيب عسى الله يزينها، لان حتى لو طلعت طيب يا ابو رحيم التعب اكبر من ما هو هنا. معليش ترى انا سريع مرة. لا انا ماني بسريع، بس انا راح اسألك اسئلة عندي حد جواب، بحيث اني ما اخليك تاخذ محتواك اكثر، بحيث اني ما تتفرع، لان لو مسكت عليك كلمة واحدة راح تناشف. اي بس انا ودي اوصل الجواب صح. طيب انا اعطيتك جوابك، انت قلت لي اني انا نقطة وصول. طيب موهبتك يا ابو رحيم، هل ترى ان نجاحك في البرنامج من موهبتك ولا عفويتك؟ هذه طال عمرك مو انا اللي اقررها، لازم تختار. لا اذا انا بختار طال عمرك موهبتك ولا عفويتك؟ هل العفوية ما هي موهبة؟ فطرة. فطرة الموهبة إنشاط. طيب نجاحك، نجاح ما في فعل. كيف نجاح ما في فعل؟ الحين نجاحك ما في فعل. نجاحك هنا قصة البرنامج. كيف تنجح؟ النجاح مو على مثلا الإنشاط، النجاح على 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 الشيء اللي تقدمه أنت. وش تقدم؟ البرنامج مو قائم على إنشاط ولا قائم على شيء، البرنامج قائم على كل. طيب أنت وش تقدم؟ موهبتك؟ حتى عفويتك مو لازم أن تكون موجودة دائما البرنامج. طيب انت عندك موهبه والمزح، المزح والامور لهم. يا سلام، يعني عندك عفويه وعندك موهبه صح. انا ما اقول لك اني انا اقول لك انا شخصيا عفوي، لكن ممكن في ناس ما تقبل عفويتي. انت ايش تشوف انت نجاحك، مصدر نجاحك في البرنامج؟ نجاحي طال عمرك بتوفيق من الله وبالشيء اللي اقدمه بس. يعني موهبتك. انا سؤالي استاذ ريان الحين، البرنامج ما هو قائم على الانشاد، بغض النظر عن قائم على الانشاد، انا اتكلم عن شخصيه احمد رحيم، ما اتكلم عن شخصيه احمد رحيم. انت ايش تشوف نجاحك وش هو؟ شخصيه احمد رحيم منشد وعايش على الـ على الـ على الـ البرنامج اللي يتقبله برنامج بما تعنيه الكلمه. انا ما اقصد اني ناجح في انشاد الحاله، باذن الله راح انجح فيها كلها. بس نجاحك الاول؟ لا انشاد. موهبتك. حلو. يعني في الاخير انت اعطيتني جواب. طيب خلنا نروح لمنظور مجهر كبير، لو انك تشوف مستقبلك يا احمد، لو فرضنا حلو انك تشوف مستقبلك على المدى البعيد، وش راح تشوف؟ وش راح اشوف مستقبلي؟ إيه؟ حتى لو اشوف احس اني ما راح ارتوي، ابي اشوف وش وراه. جميل. لو بيدك النجاح والنجوميه، من راح تعطيها من الشباب؟ اي شباب؟ اخوي انا. نجاح ونجوميه؟ كم واحد؟ واحد بدون مجاملة. بدون مجاملة. طبعا أنا والله كل أبوهم نجوم وكلهم أبطال، لكن ويستاهلون كلهم، لكن الشخص اللي يستاهل أكثر عندي أنا.
شخصيتك وجهة نظرك. لأن الشخص يمكن تعب وبيتعب ولا عنده مشكلة. حلو. والله ما هي بدبلوماسية ولا غيره ولا هي، ويمكن لا تجي في خاطر أحد من أخوياي، لكن أنا أوجهها لسلطان عبد الله الهميلي. يستاهل أبو عبد الله. يستاهل الطيب. طيب. جد ما عندي والله أبو عبد الله. الله يطول عمرك. لك تستاهل. لو تشوف إن في شخص باقي مظهر نفسه من أخويانا. إيه فيه. من هو؟ في أحد من أخويانا مظهر عمره. تحس إنه باقي مظهر نفسه. في واحد أظهر بيض الله وجهه. هو كفو يستاهل. اللي أبعد لك في ضاحي بيض الله وجهه أظهر. وحش. هذا بياكل الجو، اصبر عليه والله ياكل الجو على الجميع. يعني ابو حمد ابو حمد شخصيته بدت تظهر وجدا عادي اي شخص. يعني تشوف انه هو الشخص اللي ما كان باقي ما اظهر نفسه؟ لا اظهر مشعل، اظهر ضاحي اظهر. من هو اللي باقي؟ مشعل عندي شخصيه حلوه بيظهرها انا متاكد. طيب شخصيتك كسبت الثقه في البرنامج؟ من اي شلون يعني كسبت الثقه؟ يعني انت الحين واثق في خطوتك للبرنامج؟ الحمد لله. واثق اني ماشي على الطريقه اللي انا راسمه وعلى الطريقه اللي نبه وعلى فطرتي، هذا هو. وانت واثق احمد رحيم؟ نعم. هذه غرور يا ابو رحيم ولا هو غرور؟ اني ما ما, ما ندمت على شيء سويته. طيب حساس؟ لا. شخصيه حساسه؟ عصبي ابو رحيم؟ يا والله شوف عصبي عصبي جدا، وهذا الشيء انا ما احبه فيني. بس ما نب دائما. كن صريح معي. إيه أنا أقول لك. غيور. من الناحية. غيرة بشكل عام. لا شوف غيرة كل غيرة لها درب. قل. شخصيت. كل غيرة لها درب. أحمد رحيم غيورة. شوف من أي ناحية أرسم لي قل كذا أنا ما عندي مشكلة. أرسم. من أي ناحية نقول مثلاً علاقة حب. علاقة صداقة، علاقة أي شيء، علاقة كثير. أنا أعلمك الصداقة. لا والله أما الحب ما أدري. طيب أنا ما أدري. تتأثر يا أبو رحيم؟ شلون؟ أنت شخص تتأثر؟ ودي أكشف لك داخلي. اشتري لك الصداقة يا أبو رحيم عشان تعرف الصداقة. شوف بشكل سريع الصداقة أنا أعلمك. معلش في صديق للضحك والطقطقة والسوالف حلو، بس ما في وقفة ما يقف معك وهذا ما له لزوم، يمكنك ترفع عن نفسك. وفي صديق للضحك والطقطقة والوقفة، هذا خاوة ولا تبلش، لأنك متى ما احتاجت لك شيء ولا شيء تتحصل قدامه. طيب شر الجميع. أنت يا برحيم ما أنت تلعب على بوجهين؟ ما هي بوجهين، انا وشلون اخاوي ذي الرجال؟ صداقتك يا احمد انا علمك ما كانت على بوجهين؟ لا انا جامل الرجال اللي بس يعطيني وقت ضحكه وسوالفه ولا بغيته في لزوم جامل ما لقيته. نعم جامل، واعطيه على جوه ويعطيه على جوه ويمشي. انت جامل؟ نعم انا جامل. تكذب يا ابو رحيم؟ ما هي بكذب، هذا الصدق. انا اعطيه كل 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 رجال حقي. طيب انا بشوف لك، انا وجهه نظري انا شفت احمد رحيم مع الجميع حلو، ما شفته جامل يوم من الايام حلو، اوكي مع اخويانا كلهم حلو. هل ما تحس انك تناقضت الحين؟ وقف مع الجميع احمد. احمد رحيم شفته مع الجميع ومن دون اي مجامله. طيب انا ما تحس انك تناقضت؟ طيب انا ارسم لك شيء. ايه في شيء اختي، لا طلبت من الرجال حاجه تمها ولا قصر، فبيض الله وجههم هذه وقفه. لا بغيت في لزوم وقف. شوف انا اذكرك حاجات بسيطه، فما بالك لو اطلب بحاجتين قويه في ذمتي ذمه لي سده. يعني انا اشوف صداقه احمد رحيم تعتبر على وجهين، وجه يجامل فيه اللي يضحك، وجه يعني ما لك جاي طالع ما يجيني رجال يجامل يضحك معي ويسولف ولا بغيت في وقفه ما وقف معي. يمكن ما يقدر، هذا سبب، ويمكن انه يقدر بس انه ما يبى، فبعطيه على جوه. ليش انا اجيه واسدها على طول اعطيها كاش معي؟ لا هذا جامل ومع السلامه، لا شاف مني لا خير ولا شر، وتكسب شخصيته. الا شاف مني خير ولا شاف مني شر. حلو عليك يا ابو رحيم، اول شيء شكرا. هذا احنا في فقره الحين استبيان، الحين ننتقل للمحور الثاني اللي هو خارج السوق. خارج السور عندي ثلاث خيارات. أول محور علاقة الحب، علاقة الصداقة، شخصية أتعتبها ومن هي. أختار لي واحد من المحاور هذه أتكلم عنها، وخلها أعتبرها رسالة من أحمد رحيم من قلب الشخص اللي قدامك. شخصية عاتبها سواء علاقة الحب عندك تبيها ولا عندك علاقة الصداقة. لا بس لازم عندك... الكرسي
براحتك ما عدنا العتاب. ما ودي اذكر اسم العتاب. تبي تعاتب؟ ما عندي مشكلة عاتب. روح بدون ذكر اسم. مع اني شوف العتاب لما تعاتب وتذكر اسم راح يحس الشخص قدامك. انت الحين ترمي رسالة في بحر. الرجال اللي ترمي انت نقطة من عباراتك في بحر. ايش ما يرجعني ما ادري. لو اذكر اسمه ابى ادخل في جدام ولا في جدام. جميل. والرجال يفهم ما يفهم. خلص ارمي عتابك يا برحي. طيب. مش كني وش معنى الصداقة وش فيها؟ صداقة صديق لك تقدم له رسالة. شخص واحد. شخص واحد؟ أو في الحب طال عمرك ترمي لي. طيب كلمة. أنا بذكر لي شخص. في صداقة؟ صداقة. يعني تراجعت عن العتاب؟ تراجعت عن العتاب. شخص. يعني وريتني وجهك الثاني. أنا عندي أشخاص. اسمعني لا عادي. أنا كان عندي عتاب. أنا شفت شخصيتك قوية في البداية. لكن الحين رجعت ليش؟ يمكن الشخص راع صداقة يستاهل أكثر من عتاب هذاك. يمكن يعاتب هذاك وما يشتغل. كلهم الاثنين راح ترمي لهم رسالة من مجهول. لا صداقة ولا العتاب. أنا بوجه رسالة للصداقة. ليش ما ترمي الكلام حق العتاب؟ كيف؟ ليش ما ترمي الحين سؤال. أنا يمكن عندي رسالتي للصديق. إيه؟ رسالتي للصديق أنا أفضل من العتاب. يمكن عاتب شخص أنا ما لي في لزوم. خليه يولي. طيب خلاص يا ابو حيم بما انك انت شخصيه انا شفت قوه شخصيتها لكن ضعفت عند العتاب قدم كلماتك لعلاقات الصداقه الحين اكتشفت انا احمد رحيم اكتشفت انه ضعيف جدا والله ما هو ضعيف احمد والله ما هو ضعيف شخصيه انا اتكلم عن قوه العتاب العتاب ضعف انا يمكن كان في خاطري شيء اوجه الرفيقه عندي غالي علي جدا يستاهل ودي اتكلم بالكلام اللي وصل له حلو خذ راحتك وراء أوجه رسالة لشخص أنا زعلان منه جين إيه عتابي أنا أبدي هذا أنا أفضل من هذا راحتك إيه ما هذا أنت الحين أنا الحين على قوة شخصية أحمد إيه؟ رحيم أنت قلت يا ريان شوف إيه؟ أنت قلت لي يا ريان أني أنا راح أرمي كلام الشخص مع الاسم لكن إيه؟ بخير رجعت إيه بس أنا ذكرت أن عندي رسالة هذه أفضل من هذا طيب خلاص قدم لي للصداقة قدم لي للصديق أنا راح أسمح لك المرة ذي رحيم تمام أنا أوجه رسالة شوف أنا عندي الأصحاب واجد في يوم الخير وبركة وكفو وعين حقهم كلام مرة لكن رسالتي هذه ممكن أنت حطيتني في مأزق لكن كلهم خابرين غلاهم تحت رحيم ولا يحتاج أنا أوجه رسالة هذه لأخوي وحبيب قلبي فهد بن عايض القحطاني ونعم أتوقع الجميع عارف أني تكلمت عنه واجد أبو عايض مهما أقول فيه مهما أقول فيه والله ثم والله ثم والله أني أقل بهالمدح فيه أحس أني أقل ما 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 وصل شيء رسالة بشكل سريع وقف معي وقفات ما يقف أحد فزع معي فزعات ما يقف معي أحد صاحب كرول كل أشوف أنا عندي أصحاب هني عندي عبد الله بن متعب وعندي أبو عايض لكن أبتمي منك حجرت لي بتكلم في واحد يستاهل سريع لانهم عشره عمر انا ما قلت ابو عايض مثل ما قلت لك والله وقف معي وقفات الماجد ولا يومك هذا هو واقف ولهو بقصور فارع يا كلهم وعبد الله بعد بيض الله وجهه ما قصر يعني ان شاء الله ما عاد ابو متعب نعم ما قصر كلهم والله يسدون اللزوم لكن عندي اثنين هذول انا ما عاد ونعم فيهم طيب بما احنا في خارج السور ولهو بقصور فارع يا كلهم ترى بما ان احنا في خارج السور استاذ بس استاذ ريان لبه العيال والله كلهم بيض الله وجههم ما قصروا لكن عندي انا ما قال كل يعد له موقف إيه كل له موقف انا والله ودي الحلقه طويله بيض الله وجههم بس احنا عندنا وقت قصير باقي عند الشباب يعني معليش يا الشيء الثاني يا ابو رحيم بما احنا في خارج السور اخر محور عندي كلمه لمسقط راس احمد رحيم يا الله مسقط راسي طال عمرك للرياضة الحبيبة جميل الرياضة اللي لو أطلع منها أرجع أشتاق لها أتوقع هالرياض كلهم مثلي الله عشت حياة حلوة بسيطة جدا استمتعت استمتاع لدرجة لذتها ليومك ذا الحمد لله الحمد. والحمد لله أني من أهل الرياض هذا اللي أقدر الله أي والله الله يطول عمرك شكرا أبو رحيم العفو عندي ضيفي الثاني شكرا يا ابو رحيم اول شيء انا الكلمة. احب اشكرك صراحه على هالفقره الجميله اشهد الله علي اني استمتعت استمتاع يعني جبار يا حبيبي والله يوفقك نبيها كل اسبوع مع
مع أشخاص جدد. أنا نجاحي من نجاحكم. شعلي عمرك طويل. ولولاكم أنا ماني موجود ولا. تسلم تسلم. أيوة شكراً أبو رحيم. شكراً. الشخصية الثانية سلطان عبد الله. بهات. أكيد يعني. بهات. قم جاهز. جاهز. تعال. لا. أرحب أبو محمد. الله يبقيك. راح يختصر بشكل سريع. إحنا في استبيان مع خارج السوق. يا مرحبا. راح أبدأ لك في السؤال الأول. عايض الأكلوبي الاسم الرباعي لايض. اسمي أنا؟ إيه. عايض ابن محمد ابن الفلاح ابن ضويحي الذويب السعدي الأكلوبي. ونعم. ما عليكم زود. عمرك يا أبو محمد؟ عمري والله إني لذا الحين 23 24 22 حول العلم ذا. 23 سنة. الأمر كله إن شاء الله. بس ليه شاركت في البرنامج يا بهات؟ شاركت في البرنامج يا طيب العمر والسلامة. ليه جيت هنا؟ إيه؟ ما في أشتر. تبي شارك؟ نعم. طيب نجاحك في البرنامج على موهبتك والعفويتك. والله يا طيب العمر النجاح أشوف إنه بعد ما تظهر من الباب ذا، عقب ما تظهر من الباب ذا يبين النجاح من الفشل. بس أنت في البرنامج هنا تبني جمهور، تبني نجاح، تشوف بهاج على موهبة ولا على عفوية؟ تشوف بهاج على موهبة ولا عفوية؟ نجاحك في عفويتك ولا في موهبتك في البرنامج؟ لذا الحين انا ما ادري. هل انت تشوفني ناجح؟ انا ما اقدر اقول اني اظهر قدام الناس واقول طيب انت ايش نجاحك في البرنامج؟ تطلع من البرنامج بيسالك واحد بكره غيري. حلو. وش نجاحك يا بهاج؟ ايش كان نجاحك في البرنامج؟ موهبتك ولا عفويتك؟ والله يا طويل العمر والسلامة عفويتي. عفويتك؟ نعم. صريح يا ابو محمد. نعم. انك لو قلت موهبتك راح اعرضك. طيب لو انك تشوف مستقبلك على المجهر وش تتوقع راح تشوف يا بهاج؟ المستقبل يا زين ذا السؤال. المستقبل قدامك، تخيل كذا. ان شاء الله ان مستقبلي طيب. ان ثقه بالله سبحان كبيره جدا. ان المستقبل بيكون طيب. الله. لان فيه اشياء سووها في حياتك. انا سلطان ريان الربع ذولا كلهم. امشي على طيب بهاج. انا اخترت بهاج ما اخترت الجميع. يعني تشوف انك انت قدمت شيء راح تشوف ثمرته في المستقبل ان شاء الله باذن الله. تستاهل باذن الله. لو بيدك النجاح والنجوميه راح تعطيها من اخويانا؟ اقسمها على اثنين. واحد نجوميه والثانيه نجاح. خلني اعطيها النجوميه واحد. لولا النجاح ما جت النجوميه، ولولا النجوميه ما جت النجاح. سياف خالد تيم. لا اختر واحد. لو بيدك النجاح والنجومية راح تعطيها من خالد تميم سياف. بهاج انا راح اكون هنا عرضك ان كنت انت بشخص صريح. والله اني صريح. طيب اعطني من خالد تميم الدوسري. خالد تميم يستاهل. تشوف ان في شخصية باقي ما ظهرت نفسها؟ نعم. من سياف الحاربي. سرعة البديهة عندك قوية. شخصيتك هل كسبت الثقة في البرنامج؟ شخصيتي؟ إيه؟ كسبت الثقة في البرنامج. يعني أنت واثق لو كلمتك؟ إيه بالله فعلك. إيه بالله واثق. الله يجعلني ما أقدم إلا كل شيء طيب عند الله وعند خلقه. طيب أنت ردة فعلك الحين صارت في ردة فعل قوية، لكن أشوف من بهاج هو غرور؟ غرور؟ لا بالله لا. وش يمكن غرور؟ يمكن في شخص ثاني ينافسك وشفت النجاح فيه. يمكن نواثق ياخذ كلمته قبل بهاج. ليش قلت اي بالله؟ قلتها بكل ثقه. انت سالتني عن ثقتي في عمري في البرنامج. ان شاء الله اني واثق في عمري وان شاء الله. بس تشوفه غرور ولا لا؟ لا بالله. اما انا عشان اكون طيب بهاج شخصيه حساسه؟ حساسه من ناحيه ويش؟ حساس؟ اي حد تحسس من الكلام تحسس؟ لا انا رجال ماني عصبي. جدا عصبي. بس اني تتمالك؟ لا معي قيلون
هو اللي مسبب لي الضغوطات دي الله يكفينا شره والمسلمين، لكني انفعل وتشوف شخص ثاني ودي انه ما يظهر هنا للناس، لكن ترى بعد 5 ساعات ارجع. ماني من اللي يعني ماني ماني حقود حقود على الريجي، لا يا اخوي الناس تختي وانا يا زين خاطرك يا ابو محمد الله يطول عمرك. طيب شخص غيور ابو محمد؟ لا غيور يعني وش؟ غيره تغار على شخصية صداقتك، تغار على الشخص اللي تحبه، أحسده؟ لا لا تغار عليه، يعني أنك أنت تتملك الشخص هذا بكل شخصية، لما أجي أنا صادقة ولا أحبه ولا شيء تكون الشخص أو السد المنيع الأول اللي راح تمنع ريان فيه أو الشخص أي شخصية. لا بالله لا أني بغيور ولا أني طيب ثق تتأثر يا أبو محمد؟ أتأثر؟ نعم تتأثر. نعم أتأثر من الماقف الحزين. يعني لك تصنع؟ تصنع؟ تصنع يعني أظهر بشكل مو بشكلي؟ إيه لأن في ناس يقولون لك تتصنع. لا والله صدق؟ لا والله ماني بتصنع. طيب مع أن تصنع في بعض الأمور. طيب قلت تناقشتني يكفي، يمكن تناقشتني وياك. الله والله أني طيب أوكي بما أنك ما راح تتصنع أبو محمد، راح أنتقل للمحور الثاني اللي هو خارج السور. عندك 3 خيارات، علاقة الحب وعلاقة الصداقة وشخص تعاتبه، ومن هو؟ الحب، صداقة، صداقة وشخص تعاتبه، من هو؟ تكلمني عن واحد منهم أو رسالة توجهها يا بهاج الشخصية. والله شوف أو شو تختار، تعاتب ولا حب ولا بتعطي شخصية تحبها وتعطي كلام؟ أبعثي شخصية أحبها أوجه لها كلام. حلو، يعني تختار علاقة الحب؟ لا مو بحب، حب صداقة ولا هو ب خوي وأخوي ولا صداقة يعني. إيه ما هو طيب وجه رسالتك يا أبو محمد. رسالتي طال عمرك أوجهها لأخوي وصديقي ولد عمي والنديم، من يوم بقى صبية وأنا وياه سوا في الماقف المحزن في الماقف المفرح أنا وياه سوا، إن طحت عينته وإن كاني في السماء مشلع عينته، رجالنا أخو نوره أبو ما تبي سالم نعم. ابن عايض ابن فلاح هذا طال عمرك ولد عمي نعم. استاهل ولد عمي لزم ونعم. وتعديت أنا وياه طيب. مراحله واجد والله يذكره بالخير. محمد أوجه له سلامي من هذا المنبر، لكن محوري الثاني عند مسقط رأس بهاج الأكلوبي ألا وهي الباطن. طبعا رسالتك لها. رسالتي طال عمرك أنا مسقط رأسي في بيشة، بيشة تبعد عن الديرة تقريبا 50 كيلو إلى 60 كيلو اللي هي الباطن. جميل. ديرتي جعل الله السيل يسيها، فيها ربعي وفيها أخواني وخلاني، كل بنا كلبونا على قلب واحد، يا الله لك الحمد، جماعتي وربعي. ونعم يا ابو محمد ما بيننا وبينهم الا كل علم طيب، ان شاء الله ربي يصبحهم بالخير. وكلب معروفه بافعالها، ما عليك زود يا ابو فضلان، معروفه كرمها موصوف في جميع القبائل. ما عليك زود. شكرا يا ابو محمد على صراحتك، جعل ربي يطول عمرك. شخص صريح يا ابو محمد، جعل ربي يطول عمرك. كلمتك الاخيره قبل ما اخذت سلطان امير. كلمتي الاخيره اقول اعذرني اني ظهرت معك، يعني لاني بلابس عمامه، لاني والله كنت اتهرج انا واخوياي هناك، ما كنت ادري بالقضاء. انا نجح فويتك ابو محمد، جعل ربي يطول عمرك واعذرني نفرك ان كاني اطلت عليك بشيء. يا حبيبي الله يبيض وجهك، انا ودي ان المحور طالك، جعل ربي يطول عمرك معك ميمة. والله يبيض وجهك بياض السحاب، نفرك الله وجهك، عز الله انك رجال ناجح وجعل السفاير فنوات، نفرك الله. اي خدمات لك؟ استدعتك ربي. سلطان الهميلي ابو عبد الله، هذه عصاي اجلس اهديها من هذا المنبر للحصان سلطان ابن عبد الله الهميلي. ونعم الله يخليك يطول عمرك، هذه هديه مني لك، احفظها. الرجال يغدي رجال وانا ابوك. طيب يا ابو عبد الله معنا منك يا ابو خضر، خذ راحتك يا مرحبا يا ابو خضر، انت رحيم المطر. الله يسلمك، مرحبا. بشكل سريع لما معد معنا وقت كثير، ولا اضطريت ان تكون معي يا سلطان الهميلي. الله يخليك، انا متشرف فيك والله العظيم. من انت يا سلطان؟ اسمك الرباعي ومن وين وكم عمرك؟ سلطان بن عبد الله بن سلطان الهميلي الموركي البقلي. ونعم ما عليك زود. من تربه 27 سنه. حالتك الاجتماعيه يا ابو عبد الله؟ اعزب اعزب.
ليش شاركت البرنامج يا فهد؟ والله السؤال ذا أكثر سؤال جاني من قبل التصفيات، من بداية التقديم. يا سلام. والله في أسباب كثيرة، لكن لعل أهمها تجربة إعلامية جديدة، مكسب جماهيري جديد، وصنع الأثر الطيب. جميل. ترى أن موهبتك أو عفويتك اللي هي نجاحك، يا موهبة يا ليتنا إن شاء الله ناجحين إن شاء الله. أنا أشوف أن الموهبة والعفوية كلها بتنجح. اختار واحدة بعد. والله شوف، الموهبة في الأمور الرسمية تنجحك، لكن العفوية في الأمور الواقعية تنجحك، والموهبة والعفوية كلها تنجحك. أشوف أنها مزيج ما بينها. وش تتوقع عن مسار الأول، موهبة ولا العفوية؟ تبديها من جهة سلطان الميري، أباك تكون صريح. والله إذا على برامج الواقع العفوية، وإذا على غيرها سلطان كشخصية سلطان على برنامج سكريبت. والله إحنا نقول إن شاء الله أننا ناجحين، لكن يمكن الموهبة بعد تأخذ مجال أكبر. الموهبة. نعم. طيب لو أنك تشوف مستقبلك يا أبو عبد الله قدامك الحين، وش تتوقع راح تشوف؟ الأمل في الله كبير، لكن أشوف شيء منير بإذن الله ما تنام. الله. لو بيدك النجاح والنجومية راح تعطيها من الشباب؟ بعطيها نواف العتيبي. استاهل أبو عمر. تشوف إن في شخص باقي ما ظهر نفسه؟ إي نعم. من؟ عد أكثر من شخص. حقك عشان الشباب يستفيد. مشعل النزي، خالد الدوسري. جميل. ثامر. ثامر بن مدعي. ايه. هل شخصية سلطان الهميلي كسبت الثقة في البرنامج؟ في نفسي يعني؟ شخصيتك بين اخوياك. اي بالله كلمتك. اي بالله كسبتها والله الحمد، هم كاسبينها عندي. غرور ابو عبد الله؟ لا والله ثقة ما لها دخل. ثقة لأني ثقة في محل مبالغ فيه بعض الأحيان. لا والله أشوف. أنت ما بين 24 رجال حلو؟ تقول لي أنا أبرز ثقتي. ما أقول أبرز ثقتي بينهم. كسبت ثقة. سؤال واضح. مثل ما يشوفون سلطان أشوفهم. كانت كسبة الثقة كاملة بين أخوياك في البرنامج. قلت لي إيه؟ أقول لك إنك كنت مغرور، راح تجاوبني. لا بالله ماني مغرور، أنا كاسب الثقة وهم كاسبين الثقة. يعني ما هو ما في شخص يقدر يظهر موهبته على الشاشه اللي هو كاسب ثقه. يعني ما هو غرور يا ابو عبد الله. لا بالله ما هو غرور. يعني انت لما تفرض كلمتك او ثقتك في البرنامج بين اخوياك بين 24 متسابق كانت ما هو من غرور. لا بالله من محبه وقدري عندهم اللي هم مشرفيني به. تستاهل يا ابو عبد الله. تستاهل الطيب. شخصيه حساسه يا ابو عبد الله. والله ودي اقول لا بس بهاج يعني. صريح انا راح ادك. نوعا ما حساس. نعم. حساس ولا ما في نوع ما؟ اي بالله حساس. شخصية عصبية؟ حساس ما هو في كل شيء، في بعض الأمور، أمور خاصة جدا. شخصية عصبية؟ اي والله عصبية. بس غار يا ابو عبد الله؟ لا بالله ما غار ولا لها مجال عندي. تتأثر؟ جدا. ايش يعني لك تصنع؟ تتصنع يا ابو عبد الله؟ شوف التصنع هو حربك خاصة في المجال الإعلامي، شيء ضدك. طيب سلطان، شوف أنك تعطي الشيء جو وكاريزما صح، أما أنك تتصنع خطأ. طيب سلطان، أنا أشوف شخصية سلطان عندي تحت البث شخصية مريحة بما تعني الكلمة، فوق اللي نشوفه فوق البث. تصنع ولا لا؟ لا ما هو بتصنع. أنا بقولك شيء سبق قلت شيء ومعلومة، ما هو معلومة، شيء أنا أتخذه في نفسي. حلو. قبل أقدم أي شيء أتخيل نفسي من المشاهد، إذا شفت إني بقبل هالشيء قدمته، ما قبله ما تخليت. يعني الشاشة لها نوعا ما احترام في بعض الأمور، يعني لها حدود، يعني تعطي نفسك حدود. لها حدود إي والله. يعني بعض مثلا الضحوك والمزوح تجي على الهواء وبرا الهواء، لكن يمكنك تشوف إني بعض الأحيان بيني وبين خاصة العيال مزوح. طيب حلو. محور للصبيان خلصته. إيه؟ معك أبو عبد الله. الحين انتقل معك في خارج السور. خارج السور عندك أول محور ثلاث خيارات اللي هي علاقة الحب، حلو، علاقة الصداقة، طيب، وشخص تعاتبه ومنه. اختار لي محور واحد وتكلم لي رسالة تضخها من قلب سلطان الهميلي. عتب وشنو؟ عتب قوي. سلطان الهميلي، أبغى شخصية سلطان الهميلي. أنت يلي مقدم من بيني وبينك. يعني تختار لي تاب. إي بالله. من هو؟ شخص تجملت معه وما قدر جميله. تقدر تذكر اسمه؟ والله ما أقدر. أبياتك
والله اني ناسي الشطر الاول، لكن مدري شو اقول. بيني وبينك كون طيبي فيك يا غضب المحيه، تحكيبي عند ناس خابرينك، نص حكيك كذب والباقي قفيه. اشهد انك مبتلى والله يعينك، فيك شيء لو بغيت الطيب عيا، بس مو جعني نشاما سامعينك، انشدوا عنك وزكيتك حميه. الله اي بالله عتابك قاسي يا ابو عبد الله. ما علي، والموقف كان قاسي جدا. طيب راح انتقل معك للمحور الثاني في خارج السور، المحور اللي انت تحبه واللي من زمان تبغى الوقت لك عشان تتكلم عن المحور. مسقط او مسقط راس سلطان الهميلي التربه. اي بالله تربه سالتك تربه. مفتاح نجد للحجاز الباب والحصن الحصين، قبل ينادى للصلاه او قبل ينادي للصلاه القرض في مسجد قبا، ما ميلوها اللي يقولون انها ارض الدولتين، لان البيارق جت تباره مع بيان ومع غبا، يقودها عبد العزيز الفيصلي ليث العرين اللي بسيف العدل والتوحيد جاء عنها النبا، هلل وهللنا ولو حينا كلام الحاقدين وحكم وبايعنا باللي هو يبيه ما نبا. تربه نسمها غير وهواها غير وماها غير وحياته فيها غير. وانت سلطان خير. الله يسلمك يا ريان، يطول عمرك يخليك. تدري ليش انا خليتك اخر واحد؟ انا الحين قفلت محور فقره استبيان مع خارج السور مع سلطان الهميلي، الشخصيه اللي يتبادل معها المعلومات الاعلاميه البعيده. شكرا لك ابو عبد الله، شكرا لك على ما قدمته. شكرا لك يا ريان، اشكرك للامانه، كاريزما وحضور فعلا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، محاور جيد ومحاورك جيده وضيوفك والله يعطيك هذا اعتز فيها بعد. الله يخليك. شكرا لك بقلبك. شكرا لك. وفي الختام خير الكلام، صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك ابو عبد الله.